انت تحب الشرطي؟ ليش؟ لا، احب اكثر شيء امام مسجد، امام هذا، امام الكعبه. امام الكعبه تحبه؟ عشان ماما هي اللي تحب تكون هذا، امي تحب تخليني انا امام كعبه. كم نوع الناس؟ كم نوع الناس؟ 1400 او اكثر من 1400 واكثر من مليون، يمكن مليار. مليار؟ لماذا يتساقط الشعر؟ عشان كل ما نكبر يتساقط. عشان نكبر، عشان نقدر نكبر بعدين هذا يكمل شعرنا شوي شوي. لكن عشان ما يتساقط ايش نسوي؟ يعني هذا خلقة الله، ما نقدر نتجاوزها. شنبك تحب يصير طويل ولا قصير شنبك؟ يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى هو اللي يتحكم فينا، لأنه هو على طول يخلي شنبنا طويل ولا صغير. في بعضهم يكون شنبهم كذا طايح، طويل كذا نحيف وين طايح كذا. كويس ولا مو كويس؟ يعني ضحك شوي. طيب ما رأيك في بنات اليوم يا رجل؟ بنات؟ وش قصدك يعني؟ يعني أقصد هم ممتازات، يساعدوا أمهم ولا ما يساعدوا أمهم؟ يعني بنات الشقيات، بنات يعني الشقيات اللي يدفون أشياء أمهم، يعني هذا يعني هذول يعني قلبهم أسود. أما اللي يساعدون أمهم تقول بأكل أخويا كذا وكذا وتخليهم ما ترتاح وترعى عملها زين، ها؟ يعني هذه طفلة يعني ربي على طول يوديها الجنة لأنها طفلة معاونة مع أمها. حسنت. تقول النصيحة يا ناس صلوا الأرحام، لا يمر أسبوع إلا أسبوعين إلا وأنتم زايرين جدتكم أو عمانكم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم.